السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياكم هيثم من قناة العاب هيثم. اليوم جبنا لكم مقطع جديد من ماينكرافت في عالم الأصحاب. اليوم الحلقة الرابعة أو الخامسة ما أدري. اليوم راح نروح للكهف. اليوم راح للكهفية وهسا راح نروح للكهف نروح نجيب الدايموند والآيرون وكل الغراض. أي كل الغراض. وهسا نروح من الكهف. اوكي شباب رجعت لكم. ما لقيت هذا الكهف. لقيت كهف هنا. انا اسوي تورتشات سكات. اسوي ستيك ومن هاي اسوي تورتش. هذا كول يفيدنا الفحم. الفحم كلش احتاجه. يلا خلنا ناخذ فحم. تقولون وين جبت هاي الكاكس الدايموند؟ سمعت من هذا الدايموند اللي لقيت بديش الحلقة مال الكهف الثاني. لا مهم راح اكسر هاي البركة. اوكي خلينا نجمع الفحم. اوه هسه في الشبكة بس بدي تروح هاي احطها هنا. اوف هسه تروح هسه تطلع من ماينكرافت. يلا نجمع هذا الفحم هنين. ايرون. جمع فحم. والله صار عندي هواي افكار قاعد ما اجيب. وردت وقع هذا الكهف احنا طابين له. عندي شوي جامع جو ايرون. يوم السنة الجديدة قوت البارع. يوم أخر قام وزنا للزوم بالجا. هذا خير. اوكي هو جولد. اوكي خلنا ناخذ الجولد كله. لا
ناخد الجمر أو ناخد الأيرون. محتاج كوبلستون بدون بدون الكول. اوكي لا لا ماكو دايما بدي جرحة قدو. اوه هاي نو بس ما صوت سكيت. اوه اخر خليهم يتعاركون. خلي الزومبي والسكيلتون يتعاركون. لا 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 ليش ما تعارك؟ روح تعاركوا يوم عشان لا قبل يا ضار ما عندي بو. شو السكيلتون مو قاعد السكيلتون اصلا قبل ناخذ الايرون بالايرون افضل اخذها تزعلون مين جبت هذا البول فليم اللي يحرق هاي صبت تشين بصيد بسنارة مع الصيد وطلع لي هذا البول بس فلين بقى فلين فضل ارتاح والله كيف خوش والله خوش كيف الواي ايرون وفحم وفحم همين فيح هذا جولد ماكو بعد ماكو دايموند ارتفاع هاي 22 فماكو بي دايموند هذا الارتفاع اي بديت انزل 19 ما ادري او جولد اتذكر من حبست بدي شي حلقة من حبسنا بالجرافر بالقوة ولا طلعت يلا خلاص بدي اتوقع بهاي الحكاية لا هذا سامي يفيدني لا ما اريد يخلص البوب ها شنو اروح لهذا المكان اللي لقيت فيه الزومبي ولا سكيتر اوه انا واي ايرون جيب الان مش قد ايرون صار عندي 55 كل الزين خذت سكيتر هذا ايرون بعد انا اريد اموت هسه او ايرون هذا المكان اللي هو ايرون يلا كير كده 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 بسرعة بسرعة هذا ايرون هذا كل شو هو يكون اكو سبايدر يمي اكو سبايدر يمي يمكن اي هذا اخر انا ضربت فيه ضربت يلا يلا هو صعب الترتفاع
الخروج الجهة الثانية. روح للجهة الثانية. يلا ندور بلكت نلقى ماكو شي هنا. دور امشي. اوكي نمشي شوية. اي اوكي يلا اوكي اوكي وردستان على الله. يمكن نلقى هنا دايموند. شو بك تلقى؟ ماكو. طلع الشفر او ايرون. بس انا ما احتاج ايرون هي بكتي. بس انا ما احتاج شو وقت القى دايموند. استكوت نحتاج تورتشات بس هو بدا السبعة ما اريد اصرف الستاك كامل. يلا يلا شباب القشيون. اوه مش كسرت امي. يلا شنو؟ دايموند جيد. والله خفت. دايموند بعد كبعد. لا رجع موت. لا امشي اوف. الطريقة هاي كم ده مدة ستة. واو والله خوش حال. اوكي شباب اطلع. اوكي مع السلامة شباب.